على احسن فيلم راح يتراجعوا، بس الحمد لله قدرت اقنعهم. الليله بنروح على العشاء؟ اي عشاء؟ كرم خبرتك عزمنا على العشاء. ايه اكيد، يعني معقول انت تقول ايه وانا اقول لا؟ هي الاوامر بتجي من جوزي الحلو وانا بنفذ. شو رأيك؟ عم تمدحيني ولا عم تنتقديني؟ مش على اساس حكينا؟ بعدك زعلانة؟ لا مزبوط حكينا وتصالحنا. من كان شو فيه؟ ولا شي فارس ولا شي، خبرنا شو رجع صار من بعد ما مطيته. سوريا شو في؟ اوكي شي مهم بس مش وقته هلا، خلينا مبسوطين. خلينا مبسوطين؟ يعني اكيد في شي. خبريني. رحت على المدرسة كرمال شغل. ايه؟ ايه وبدون يانا بهيدا الشغل، بس انا ما قدرت اعطي جواب لانه لازم اسالك بالاول، وانت رح تقلي انه خلينا ناجل هيدا الموضوع مش وقته هلا. سوريا انا ما بدي اياكي تتعبي اكثر. عم شوفك قديش عم تتعبي مع فرح. بدي اياكي ترتاحي. بخاف عليكي. فارس انت شو حاسس هلا؟ مش مبسوط؟ مش مرتاح؟ مش كلك طاقة إيجابية من ورا شغلك الجديد ومن ورا الكونترا؟ طيب أنا نفس الشيء، ما أنا الشغل بيخليني أكون مرتاحة، بيخليني أكون مبسوطة، بيخليني أكون إيجابية ومرتاحة معك، بيخلي يكون في معنى لحياتي. هلا أنا ما قدرت أعطيهم قرار، بس أنا ما بدي أزعلك، بس أنا اللي هلا زعلانة. تقيلة خذ الشهر. ما عم بقول هيك لأنه أنا بدي إياكي تكوني زعلانة، بس بدي إياكي تعيشي حياتك، بدي إياكي تكوني مبسوطة. أنا ما فيني أعيش بلا هالضحكة، هالضحكة اللي بعشقها. وفرح فيها تروح معي كمان على المدرسة، لأنه المدرسة حلوة كتير وأكيد رح تنبسط.